إلى بداية الاحتلال، وعندما جاء السيء الصيت بريمر وكان حاكم مدني للعراق. حتى نعطيك طبيعة السياسيين اليوم الموجودين. قال أول اجتماع اجتمعت بالسياسيين كنت قاعد على طرف الكرسي ومتخوف، لأنه السياسيين راح يواجهوني ليش احتليتوا العراق وشنو مبرراتكم باحتلال العراق وليش دمرتوا هذا البلد وليش قتلتوا الملايين وليش قتلتوا الأبرياء. ولكن تفاجأت أنه الجميع يسأل عن راتبه وامتيازاته. فلذلك يقول قعدت على الكرسي مرتاح، لأن ذولا ما يفكرون بالعراق، يفكرون بمصلحتهم. وإلى هذا اليوم ما حد فكر بالعراق، وما حد فكر قال نبني دولة العراق اللي إجا الاحتلال ودمرها وأنهى مؤسساتها. لحد الآن يتكلمون بالعملية السياسية، والعملية السياسية ليست دولة، العملية السياسية وصلتنا إلى ما تفضلت به، فساد وتدهور في كل القطاعات، زراعية صناعية نفطية. إحنا بلد النفط اليوم الأخ العزيز المواطن يدور له على 100 لتر حتى يدفى المفروض النفط بالشارع برخص المي. إحنا أهل إنتاج الغاز نروح نبحث نوقف كل منشآتنا اللي تنتج الغاز حتى نستورد الغاز من إيران، وحتى إيران تنطينا كهرباء، وحتى إيران تقطع علينا الكهرباء والماء في الوقت المناسب وبدون أي طرف يتحدث. أي يقول لك رباطنا بالجديد، يقول لك رباطنا بالجديد بالسعودية، يعني كل احترام. لا مشيت بالسعودية بالمناسبة، يعني أنت لو ملاحظ تصريحات المسؤولين يعتبرون الربط مع السعودية أهون لهم من الموت. اليوم مو بس هاي أخي العزيز، تركيا تقصف وتدمر مناطقنا في شمال العراق، وخلية الأزمة العسكرية تقول نتفاهم وياهم ونتعاون. شو تتعاون مع رجل معتدي؟ يعني في كل الأحوال أقول أنه هذا تعزيز لكلامي، أنه ما حد مفكر بالعراق. خلي يروح ينمخ، خلي تجي تركيا وتأخذ الشمال، وخلي تجي إيران وتأخذ الجنوب، وخلي يجي فلان ويأخذ الغربية. ما حد فكر بالعراق أخي العزيز. أنت لا تقول لي مسألة هم يفكرون رئيس وزراء ومنه رئيس الوزراء. إحنا يجب أن نؤمن بعملية اسمها عملية انتخابية، إن كانوا يؤمنوا بالانتخابات. طيب. بها فائز وبها خاسر. الفائز ما تحتاج احنا نرجع للمحكمة الاتحادية، قانونهم الأخير يقول الكتلة الحاصلة على أعلى الأصوات، الكتلة اللي حصلت على أعلى الأصوات هي الكتلة الصدرية، أما ويا من تريد تتآلف وتشكل حكومة، هم لو يفكرون بمصلحة الشعب، أنت سامع أنه حديثهم شنو؟ يقول والله إذا صار صراع بين السياسيين اللي راح يأكلها هو الشعب، يعني هو عارف نفسه هو في مأمن، وإذا حصل أي صراع أو أي اقتتال فهو الخاسر الشعب. ونعم صدق. أنا أقول لك أنا هذا